طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله النبي الأمين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم واليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه محاضرة ودرس من دروس اللغة العربية النحو. والنحو كما قلنا في الدروس السابقة هو من أهم علوم بعد علم القرآن الكريم، ولأنه آلة به يفهم كتاب الله عز وجل ويفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم الاستثناء، موضوعنا اليوم الاستثناء. والاستثناء معرفته وبيانه هو مصدر استثنى، فنقول استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته، والإخراج يكون بإلا أو إحدى أخواتها مما كان داخلا في الحكم السابق ويخالف في الحكم لما قبله المستثنى منه نفيا وإثباتا. والاستثناء هو طريقة في التعبير، الهدف منها إخراج الكلام الواقع بعد إلا أو أخواتها من حكم الكلام الواقع قبلها. وهذا التعريف يبين لنا أن الاستثناء يعني هو الإخراج، فنقول نحو جاء الصالحون إلا الطالحين، فأخرجنا الطالحين بإلا، أخرجنا الطالحين بإلا، ولذلك سمي يعني هذا الاستثناء بالإخراج. نعيد التعريف ونطلب من الإخوة أن يظهروا لنا الصفحة للمتابعة. فقلنا الاستثناء هو طريقة في التعبير الهدف منها إخراج الكلام الواقع إلا أو إحدى أخواتها من حكم الكلام الواقع قبلها. مثلا قلنا جاء الطلاب أو الطلبة أو الأساتذة إلا زيدا أو فلانا، فقلنا جاء الطلاب أو الأساتذة فأخرجنا زيدا. بماذا أخرجناه؟ أخرجناه بإلا، وهو من الحكم السابق. جاء الطلبة أو التلاميذ أو الأساتذة
فحكمنا بأن الطلبة قد جاءوا، فقد جاءوا، وما بعده أو ما بعد الطلبة فقد استثنينا، أي أخرجناه من الحكم السابق. لماذا أخرجناه؟ أخرجناه بإلا، يعني أخرجناه بإلا. إذن صلاحية كتابه أستاذه بجهاده. إذن لم أفهم ماذا، ما القصد؟ إذن فقلنا أخرجنا زيدا، فهذا الاستثناء له أركانه، فأركان الاستثناء ثلاثة: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. إذا قلنا أركان الاستثناء ثلاثة، إذن عندنا المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. فنقول حضر المشرفون إلا سعيدا. المشرفون، إذن حضر فعل ماض، ده لا يهمنا. المشرفون المستثنى منه، إلا أداة الاستثناء، هذا الإخراج، إخراج بأداة، بهذه الأداة وهو الاستثناء، سعيدا المستثنى. إذن عندنا أركان الاستثناء ثلاثة: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. إذن حضر المشرفون إلا زيد، المشرفون مستثنى منه، إلا أداة سعيد المستثنى، أي استثنيناه من المشرفين، فله أركان. فإذا عرفنا الأركان الثلاثة سهل علينا معرفة الاستثناء. والاستثناء على ثلاثة أقسام، منها أو منه ما هو حرف، إلا فهو حرف، ومنها ما هو اسم، غير وسوى، ومنها ما يكون فعلا تارة وحرفا تارة أخرى، وهو خلا وعدا وحاشا. إذن الاستثناء على ثلاثة أقسام: إلا حرف، غير وسوى اسم، ومرة يكون فعلا، بعض الاستثناء مرة يكون فعلا، ومرة يكون يعني حرفا، وهو على حسب موقعه من الجملة: خلا وعدا وحاشا. إذن عندنا الاستثناء على ثلاثة أقسام، منهما يكون، نعم، منهما يكون، يعني ما يكون اسما، ومنه ما يكون حرفا، ومنه ما يكون فعلا، تارة يعرب أنه فعل، وتارة يعرب أنه حرف، وذلك ستأتي الأمثلة به في هذا الدرس. فحروف الاستثناء ب إلا، قلنا حرف الاستثناء إلا، وحروف الاستثناء هي إلا، وتستعمل في أنواع: إن كانت جملة تامة موجبة وجب نصب المستثنى، وجب نصب المستثنى. إذا كان الاستثناء يعني في جملة تامة وجب نصب المستثنى، لأن عندنا تقسيم الكلام في الاستثناء، منه ما يكون كلام تام، ومنه ما يكون الاستثناء موجب، ومنه ما يكون الاستثناء غير موجب، ومنه ما يكون الاستثناء متصل، ومنه ما يكون الاستثناء منقطع. فالكلام التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه،
وسمي تاماً لأنه استوفى الأركان الثلاثة المستثنى منه والمستثنى والأدوات أو الأداة كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذا كانت جملة يعني الاستثناء حروف الاستثناء تستعمل في أنواع، إن كانت جملة تامة موجبة وجب نصب المستثنى. سنضرب الأمثلة سواء كان الاستثناء منه متصل أو منقطعا، ويسمى المنفصل ويسمى المنقطع. مثال: حضر الضيوف إلا ضيفا، إلا ضيفا، إلا حرف استثناء، حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وضيفا مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة، بالفتحة الظاهرة. إذن هذا وجب نصب المستثنى. رأيت الضيوف إلا ضيفا، فلا نقول إلا ضيفون أو حضر الضيوف ضيفون، لأن هذه الجملة تامة مجيبة، جملة تامة. فرأيت الضيوف إلا ضيفا، مررت بالضيوف إلا ضيفا، إذن هذه جملة تامة. فألي الاستثناء المستثنى يكون منصوبا، الاستثناء يكون منصوبا ولا يكون غير ذلك. ثم الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه ولم يكن مسبوق بنفي يسمى الاستثناء التام الموجب. وإن كانت الجملة تامة غير موجبة جاز فيها، أي بعدها إعرابان، النصب على الاستثناء، الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه ولم يكن مسبوق بنفي، مسبوق بنفي كما ما. فمثال نقول ما حضر الضيوف إلا ضيفا، أو نقول إذن هنا يكون منصوبا المستثنى، أو يكون بدل بعض من كل، فنقول ما حضر الضيوف إلا ضيفا. فإذا أردنا أن نعربها نقول إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وضيفا إذن مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة. وإذا أردنا أن نعربه بدل بعض من كل فحينئذ تكون إلا مهملة، لم يحضر الضيوف إلا متطفلا، حيث أو لم يحضر الضيوف إلا ضيفا، حيث يعرب ضيف على أنه مستثنى منصوب أو بدل مرفوع، الضيوف على أنه مستثنى منصوب أو بدل مرفوع من متطفل. فالكلام المنفي، فالكلام الكلام المنفي الناقص يعرب على حسب موقعه في الجملة، الكلام المنفي الناقص يعرب على حسب موقعه في الجملة، وتكون إلا في هذه الحالة ملغة أي لا عمل لها. نعم، أي لا عمل لها. مثل وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، فرسول خبر مرفوع بالضمة، لم ينجح إلا طالب، طالب فاعل مرفوع بالضمة. إذن هنا الكلام المنفي، منفي بماذا؟ منفي بما أو منفي بلم، يعرب على حسب موقعه في الجملة. إذن في هذه الحالة إلا لا عمل لها، فلا نقول لم ينجح إلا طالبا، نعم بما أو بلم. ما صافحت إلا أخاك، أخاك مفعول به منصوب بالألف. لم يعالج إلا المريض،
المريض نائب الفاعل مرفوع بالضمة. إذن غالبا إذا كان المستثنى منه مجرور والجملة منفية فالمستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة، مثل ما حضر من العلماء إلا عالم. عالم هنا فاعل. لم أحضر من المحاضرة إلا محاضرة، مفعول به. إذن يعني إلا هنا ليست أداة استثناء. نعم ليست أداة استثناء، ف يعني يتغير الإعراب على حسب الجملة. إذا دخل عليه يعني أداة النفي أو يكون الكلام منفيا فهنا يتغير. إذا كان الجملة منفية أو مستثنى منه مجرورة، فالمستثنى يعرب قلنا على حسب موقعه في الجملة. حضر من العلماء إلا عالم، إذن نفي. إذن نفينا أنه لم يحضر من العلماء إلا عالم، فهنا عالم فاعل. لم أحضر من المحاضرة إلا محاضرة، إذن على حسب ما هنا فمحاضرة مفعول به. ويسمى الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه وكان مسبوقا بنفي الاستثناء التام المنفي، يعني يسمى هذا الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه وكان مسبوقا بالاستثناء التام المنفي. إذن لا يعني لا أعرف كيف أعرب شيخا. إذن الإعراب لابد أولا من معرفة الكلام ومعرفة النحو، يعني الكلمة التي في الجملة ما موقعها من الإعراب، وهذا يحتاج إلى ممارسة وتعلم طبعا. فلا بد أن نعرف الحروف وأن نعرف الأفعال وأن نعرف الأسماء. إن شاء الله نخصص حصة للإعراب. ويسمى الاستثناء إذا قلنا الذي ذكر فيه المستثنى منه وكان مسبوقا بالاستثناء التام المنفي. وقد ذكر يعني الناظم رحمه الله في ناظم الأبيات التي يتحدث فيها عن الاستثناء، ما استثنت إلا مع تمام تصيب وبعد نافي أو كنافي تخيب، يتبع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. يعني هنا يبين أن المستثنى بإلا يكون منصوبا إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته، فأنجيناه وأهله إلا امرأته، ونحو تكلم القوم إلا واحدا، تكلم القوم واحد إلى آخره. إذن وأما الأسماء الاستثناء فهو غير وسوى. إذن قلنا الحروف الاستثناء حروف الاستثناء إلا، وأسماء الاستثناء هو غير وسوى، ويعرب ما هما مضافة ويعرب بعدهما أي بعد غير وسوى يعرب ما بعدهما مضافة. ثانيا المستثنى بغير وسوى، المستثنى بغير وسوى يجب جره بالإضافة أي يعرب مضافا إليه. مثال أضاءت مصابيح الشوارع سوى مصباح، سوى مصباح أي كل المصابيح قد أضاءت الشوارع سوى مصباح، فهنا يضاف
مضاف إليه مجرور. إذن غير وسوى يأخذان حكم المستثنى به في أحواله الثلاثة. فإن كان الكلام تاما مثبتا وجب نصبهما. مثال: فهم الطلاب القاعدة غير أحمد، يعني سنأتي عليها، يعني يأخذان حكم المستثنى بإلا في أحواله الثلاثة التي سبقت. فإن كان الكلام تاما مثبتا وجب نصبهما أن لا يكون منفيا، يكون مثبتا تاما. مثال: فهم الطلاب القاعدة غير أحمد، غير مستثنى، غير مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور. ركب المسافرون الطائرة سوى مروان. سوى مستثنى منصوب بالفتحة المقدرة على آخره، وهو مضاف مروان مضاف إليه مجرور. وإن كان الكلام تاما منفيا، أي سبقه النفي، إذا كان الكلام تاما وسبقه النفي جاز نصبهما أو إعرابهما. إعرابهما بدلا. مثال: ما نجح الطلاب غير أو غيره. إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا قلنا إذا كان الكلام تاما مثبتا ففيه الأحكام الثلاثة، إذا كان الكلام تاما منفيا ففيه وجهان، إما النصب أو البدل، إما أن يعرب، يعني جاز النصب أو بدل. ما نجح الطلاب غير أو غيره، أو سوى طالب غير وغيره، أو سوى مستثنى منصوب أو بدل، منصوب بالفتح أو بدل بالضم مرفوع، يعني منصوب بالفتح أو بدل نرفعها مرفوع. إذا كان الكلام ناقصا منفيا أعربتا حسب موقعهما في الجملة. مثال: ما أعطيت غير المحتاج، ما أعطيت سوى المحتاج، غير أو سوى مفعول به منصوب، أي مفعول به منصوب. ما احترم غير العامل، ما احترم سوى العالي، غير يعرب هنا نائب فاعل مرفوع. وأما أفعال الاستثناء فهي عدا، خلا، حاشا. وهذا الكلام يعني الاستثناء نقرأه بهذه الطريقة، سنجعل له ملخصا حتى يفهم أكثر، فنقرأه على ما هو عليه ثم نجعل له ملخصا حتى يفهم، ونجعل له أمثلة مع إعرابها. إذن قلنا: وأما أفعال الاستثناء فهي عدا، خلا، حاشا، وتستعمل أفعال إن سبقتها ما المصدرية. إذن لننتبه، فعدا، خلا، حاشا تستعمل أفعال شرط إذا سبقتها ما المصدرية، وتعرب حروف جر وما بعدها اسم مجرور، أو أفعال ماضية وما بعدها مفعول به. مثال: حضر الطلاب جميعا عدا طالب، عدا
طالب، عاد حرف جر مبني، طالب اسم مجرور. إذن تأملوا، إذا قلنا حضر الطلاب جميعا عاد طالب، إذا كسرنا أو أضفنا الباء، جرنا الباء وضعنا يعني الكسرة تحتها، فكلهم حضروا باستثناء هذا الطالب. أحسنت. عاد هنا حرف جر مبني طبعا، طالبين اسم مجرور. إذا قلنا عاد طالبا فعاد هنا يعرب عاد فعل ماضي، فعل ماضي جامد مثل ليس مبني على الفتح المقدر. عاد لابد من فاعل، عاد من هو فاعله؟ ضمير مستتر. طالب مفعول به منصوب، إذن تغير المعنى. إذن مع تغير الإعراب والحركات تتغير المعنى، هذه اللغة العربية. إذا غيرنا الحركة من الكلمة فنكون قد غيرنا المعنى بتمامها. حضر الطلاب جميعا عدا طالب أو عدا طالب. إذن ما عدا ما خلا يعربان فعلان ماضيان، وما بعدهما مفعول به منصوب. مثل قرأت جميع قواعد النحو ما عدا قاعدة، ما عدا قاعدة. قاعدة مفعول به منصوب، قرأت فعل وفاعل جميع مفعول قواعد النحو ما عدا قاعدة، قاعدة هنا مفعول به منصوب. وبالنسبة لخالة، أما حاشا فلا تسبقها ما، حاشا لا تسبقها ما، فلا نقول ما حاشا، لا نقول ما حاشا، ما خلا فلانا أو ما خلا كذا، ولا نقول ما حاشا. إذن هذا حكم المستثنى بغير وسوى. لذلك قال الناظم رحمه الله به واستثني مجرور بغير معربة بمال مستثنى بإلا نسيبا، يعني واستثني مجرور بغير معربة بمال مستثنى بإلا نسيبا، يعني أن حكم المستثنى بغير الجر دائما على الإضافة، الجر دائما على الإضافة. تقول أقبل المهنئون غير خالد، وأما غير نفسها فتعرب إعراب المستثنى بإلا، بإلا. فإن كان الكلام تاما موجبا وجب نصبها، نحو نضجت الفواكه فوق الأشجار غير البرتقال، بنصب غير وجوبا، يعني هذا الكلام تام موجب، إذن هنا وجب نصبها. وإن كان الكلام تام غير مجاز نصبه اتباع أرجح، نحو ما حفظ كتاب غير القرآن وغير القرآن، يعني إذا كان الكلام تام غير موجب فجاز فيه النصب والإتباع أرجح، ما حفظ كتاب غير القرآن، أو نقول وغير القرآن. وإن كان الاستثناء منقطعا نحو قام القوم غير زيد، غير زيد. وهناك الاستثناء ما يسمى الاستثناء المفرغ، يعرب على حسب
العوامل التي قبلها. فتقول كما في كتاب النهج السالك لفهم ألفية ابن مالك، تقول ما قام غير أحمد برفع غير على أنه فاعل، وما رأيت غير أحمد بنصبها على المفعولية، وما مررت بغير أحمد بجر غير، يعني هذا يسمى الاستثناء المفرغ، يعرب على حسب العوامل التي قبلها. ما قام غير أحمد، ما فعل ماض، غير هنا يأتي فاعل، وما رأيت فعل وفاعل، غير يكون منصوب على المفعولية، وما مررت إذن يتأثر بما قبله إذا كان الاستثناء يعني مفرغا. ثم قال الناظم رحمه الله: وليسوا نسوا سواء جعل على الأصح ما لغير جعيلة. إذن فهنا حشا قلنا لا تسبقها ما، وهي حرف استثناء أو حصر، هي حرف استثناء أو حصر. غير سوى هما اسمان يأخذان إعراب المستثنى بإلا، يعني يأخذان إعراب المستثنى بإلا. والاستثناء إما أن يكون متصلا أو منفصلا، يعني إما أن يكون متصلا أو منفصلا. فالاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى بعض المستثنى منه، نقول جاء القوم إلا زيدا، هذا الاستثناء متصل، جاء القوم إلا زيدا. فالاستثناء المنقطع ما لم يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منه، أي ليس منهم. طبعا أحسنت، لأن زيد من القوم، فإذا أخرجناه فيكون منقطع، أي لم يكن منهم، إذا لم يكن منهم فيسمى الاستثناء منقطعا. لذلك عند الأصوليين فهذا مبحث عظيم، عند الأصوليين ذلك مهمة النحو مهمة عظيمة في معرفة النصوص الشرعية الشرعية. ففي بعضها يعني تتغير الفتوى عند العلماء بسبب كلمات أو أفعال أو حروف. فالاستثناء مثلا نجد البعض يقول على أن الاستثناء متصل، وبعضهم يقول الاستثناء منقطع، فتتغير الفتوى ويتغير الحكم على حسب هذا الاستثناء. مثلا سيكون لنا درس في التفسير، مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. فهل الاستثناء منقطع أو متصل؟ إذن حين نصل إن شاء الله لهذه الآية فسنقف مع هذا الاستثناء. إذا كان متصل فله حكم، وإذا كان منقطعا فحكم آخر. إذن قلنا الاستثناء المنقطع من يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، مثل قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فإن اتباع الظن ليس علما، ويتبين من هذا أن الاستثناء المنقطع ولا يكون المخصصات، لأن المستثنى لم يدخل أصلا هذا، ولا بد الاستثناء المنقطع من المخالفة، كما ذكر الأخ مدير منسق العام، فلا بد للاستثناء المنقطع من المخالفة بين المثنى والمستثنى منه بوجه من الوجوه فيما يتوهم فيه الموافقة. الفائدة فيه دفع هذا التوهم، وهو في ذلك شبيه بلكن الذي يكون للاستدراك، أي دفع التوهم من السابق، من السابق.
وأشهر صور المخالفة أن ينفي عن المستثنى الحكم الذي ثبت المستثنى منه، نحو جاء المدرسون إلا طالبا، جاء المدرسون إلا طالبا. هنا نفينا المجيء عن الطالب بعدما أثبتناه للمدرسين، إذن أثبتنا للمدرسين المجيء ونفينا عن الطالب المجيء. هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.